وين كنشكر صحيفة الأنباء على الاهتمام ديالها بهذا الموضوع ديال المستهلك وحماية المستهلك وما يتعلق أيضا بالقوانين التي تنظم حماية المستهلك. الشكاية اللي كنتوصلوا بها هي الشكايات يعني من جميع أنواع ديالها. الشكايات اللي كتم المصالح ديال المواطن. فحاليا عندنا تقريبا وصلنا 8000 شكاية. فالشكايات تكون على حسب المشاكل اللي كتكون عايشة المواطن في هذيك الظرفية المعينة. يعني فيما يتعلق بعيد الأضحى. عيد الأضحى هذا العام يعني مثلا هذه السنين الأخيرة المغاربة عاشوا واحد إشكالية كبيرة فيما يخص عيد الأضحى. من اللحوم الخضراء، من اللحوم الفاسدة، لأن كانت ناتجة عن عدة عوامل. العوامل منها ديال العلف اللي كان خي، عامل ديال أنه ديال الفاكسان اللي دار وما خداش الوقت ديالو باش أنه مثلا يتلاشى. فهذه المشاكل ديال عيد الأضحى كتجي هي ولات مثلا هي سنوية كتجي. ما العلم على أنه حنا شعب مسلم وثقافة إسلامية، وبالتالي كل عيد الأضحى كنوضعوا نفس أسئلة وكنحاولوا نقلبوا على نفس أجوبة، وعمرنا ما خدينا مثلا على عاتقنا باش نقولوا بأنه العيد السنة عيد هو عيد موسمي كيجي كل سنة، والتدبير ديالو ما كيكون تدبير من بعد رمضان، والتدبير تكون على على السنة كاملة خصنا عبد القيا. فيما يخص للمساحات اللي كتكون فيها البيع، لا مقاية التطبيب، لا قضية البيع والشراء فيما يخص الأضحية. هذا العام هذا هو مثلا كاين إشكال كما العام كما السنة الفارطة، وفيما يخص وجود أو غياب الحوليد الأضحية، واش غادي يكون ولا ما غادي يكونش. هذا العام كنعرفوا أنه عندنا سنين ديال الجفاف، وهذه السنين ديال الجفاف أثرت بواحد الصفة مباشرة على القطيع، وعاد الاستهلاك اليومي ديال القطيع فيما يخص ديال الأغنام تأثر كثيرا. فالمغرب اللي كان عنده واحد الوفرة فيما يخص الأغنام هاد السنة والسنوات الأخيرة ولينا مضطرين على أنه كنجيبوا الحولي من برا، وهذا الشيء ما كانش في عدد ديال المغاربة. المغاربة كان عندهم حالة ديالهم أن الحولي كيشريو من البلاد ديالهم. كاين نقطة أخرى وأنه هاد السنة السنة اللي فاتت وأنه الدولة التجأت إلى الاستيراد، ولكن هذا العام نفس القضية وقعت، حنا لجأنا إلى الاستيراد. المشكل المطروح هو أنه واش استفدنا من التجربة ديال السنة الماضية. من السنة الماضية وقعوا استيراد للأغنام، ولكن داز العيد ما عطاوناش واحد أمبينو، ما عطاوناش واحد حصيلة. واش هذوك الحوالة اللي خداو وخدين الدعم من الدولة، يعني الدعم راه على حساب ديال من الميزانية ديال الدولة اللي خداهم هذوك يعني المستوردين، فين مشاو؟ واش كلشي مشى للسوق ولا لا؟ إذا حنا كنطالبوا باش تكون عندنا واحد أمبينو، واحد حصيلة تعطينا مثلا ماذا وقع في السنة الماضية باش ما نطيحوش في نفس الأخطاء في السنة. سمعنا أيضا على أنهم هذا الاستيراد يعني فكرة كاين، ولكن يعني عمليا كيفاش توقع ما عارفينش. حنا اللي كنطالبوا هو أنهم تكون واحد الشفافية فيما يخص هذه المعاملات اللي عطاو الدعم ديال الدولة باش يستورد الأغنام، وهذه الأغنام ما تباعش في هذيك الأيام العيد. حنا كنطالبوا باش أنه إلزامية استرجاع الأموال اللي تخدات في حوليد العيد اللي ما تباعش في المناسبة ديال العيد. كنظن عليها هذه من المطالب الأولى أساسية. وثانيا بأنه كنطالبوا إذن بالحماية ديال المستهلك فيما يخص يعني إشكالية ديال الأعلاف. ما تكونش الأعلاف اللي خالية ما مزيانش، فهمتي؟ ما نكون ما غيرش أعلاف اللي غتكون فيها مضرة للحوليد العيد وتكون فيها مضرة أيضا للمستهلك. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.